التسجيل بلش. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. معكم علي عز الدين من فور جينيريشن فور ايدوكيشن. انهارنا العوده الى المدرسه في ظل كورونا، تحديات وفرص. هيدي الجلسه الثالثه، وبسرني رحب كمان مره بزملاء لإلي، رشا زميله الطفوله من على مقاعد الدراسه، نعرف بعضنا البعض، لميا كمان من العائلة أهلا وسهلا، وميسة كمان من العائلة. نخبر أكثر عنكم قبل ما نبلش باللقاء. نقول الجميع يعلم أن الشعور بالأمان والصحة النفسية والجسدية حسب هرم ماسلو يعتبر أساس قبل القيام بأي عمل آخر. بصيرني استضيف اليوم ميسة عياد، مجازة بالعلوم التمريضية من جامعة القديس يوسف، حائزة على دبلوم بالصحة العامة، بالإضافة إلى المشاركة بالعديد من الدورات المتعلقة برأب الفجوة الصحية النفسية من قبل المنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي. حاليا ميسة تعمل مسؤولة صحية في مدرسة عائشة أم المؤمنين من صيدا التابعة لجمعية المقاصد الخيرية. صباح الخير ميسة، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير علي، واهلا وسهلا بالجميع. طيب، بنتقل لعند رشا. رشا أخصائية بعلم النفس، مرخصة متخصصة بالعلاج السلوكي المعرفي والتقييم النفسي التربوي، ورشا هي شريك مؤسس لمركز علم الأعصاب وعلم النفس الصحي بصيدا لبنان. أهلا وسهلا فيك يا رشا. صباح الخير علي، وصباح الخير لجميع المشاركين اليوم بالويبينار. لميا جابر قانصو، أخصائية بالعلاج النفسي الحركي، مدربة وحائزة على شهادة الماجستير من جامعة القديس يوسف كلية الطب ببيروت صيدا، وحاليا تشغل مدير وصاحبة إيجلو نورسوري بصيدا لبنان. أهلا وسهلا يا لميا. أهلا فيك. يعني اليوم من بعد هيك مشكلة تقنية بسيطة، على أمل ما تكون أثرت على أعصابكم ميسا أبداً. لميا رشا، رح منكون عم نبلش. وعنوان الجلسة الصحة الجسدية والنفسية، رح بلش مع ميسا نتناول الشق الصحي، وأسأل ميسا ما هو دور قسم الإرشاد الصحي في المدرسة في يومنا هذا؟ تفضلي ميسا. صباح الخير للكل. بدي اقول لك شغله علي، بالمبدا نحن دور القسم الصحي، الارشاد الصحي او قسم الصحه المدرسيه، هو دور قديم وليس بجديد، هو موجود دائما خلال المدرسه. هو يهدف الى خلق بيئه صحيه امنه للمتعلمين، مساعدتهم من خلال التوعيه والارشاد الصحي على تقويم بعض السلوك الصحي، تغيير كمان هذا السلوك الى اشياء سلوك يكون افضل وصحي اكثر لهم اكيد، ومتابعتهم بشكل قريب لتكون صحتهم جيده. هلا بوجود جائحه كورونا حاليا، هذا الدور تسلط عليه الضوء اكثر وصار فعال اكثر. نحن كقسم صحه مدرسيه عم نشتغل كثير وعن قرب منذ بدايه هذه الجائحه. تم وضع خطه تشمل كل التفاصيل اللي لها علاقه بوجود الطلاب بالمدارس. من شهر فبراير الماضي، من خلال وجود هذه الجائحة لحين إقفال المدارس، تم بشكل مبدئي وضع خطة لرجعة هذه الأولاد على المدرسة. كان هذا الموضوع يشمل توعية صحية لكل الأفراد الموجودين بالهيئة التربوية، من العاملين بالمدرسة، إداريين، عاملات، حتى متعلمين. وكان هذا الشيء المتعلمين خلال وجودهم بالمدرسة ولم يتوقف حتى لما أصبحنا ضمن الحجر المنزلي، كان عم يكون في توعية صحية عن بعد. تمام ميسا، هالدور بعتقد من بعد الإجازة الصيفية رح بيزيد ورح بيكون كمان مسلط عليه الأدوار أكثر وأكثر. فحابب أعرف شو الإجراءات يلي عم بتقوموا فيها هلأ مع الاقتراب لبداية العام الدراسي بلبنان. بعد الأمور ما بلشت بشكل فعلي، شفنا بغير مدارس أو بغير بلدان انطلق العام الدراسي بشكل وجها لوجه، مثلا بدبي، بالأردن بلش وجها لوجه وصدر قرار بالإغلاق مجددا والجميع رح يرجع على الصفوف الافتراضية. فإذا ميسا، شو التحضيرات لانطلاقة العام بلبنان؟ تفضلي. نحن على صعيد لبنان حاليا عم بيكون التعليم عن بعد، فلحين اتخاذ القرار للعودة الفعلية للمدرسة عم بيكون أكيد في تحضيرات كثير. من أول من أهم هذه التحضيرات اللي انعملت هو أول شيء تحضير المدرسة
على صعيد المباني لاستقبال هدول الطلاب من حين دخولهم، تقسيم الصفوف، وضع الإشارات اللي بتفرجينا التباعد الاجتماعي، تحضير المعقمات، هذا كله على صعيد الأجهزة والمبنى. على صعيد الأفراد تم عمل كمان جلسات توعية وتثقيف، وطريقة العاملات بالمدرسة اللي هن أكيد لهم دور بتنظيف المدرسة، وهن أكيد لهم دور كتير كبير بعدم نقل العدوى، فأكيد تم شرح طريقة التنظيف الصحيحة، استعمال المعقمات حتى تكون هيدي الصفوف بيئة آمنة وسليمة للأطفال. كمان تم شرح للمعلمات ونعمل لهم سيشنز كيف طريقة التعامل مع العودة الآمنة للأولاد، تم إعطائهم معلومات عن فيروس كورونا، كيف بده يشرحوا هيدا الفيروس للاولاد خلال عودتهم الى المدرسه، تدريبهم باي طريقه بدهم يخلوا هالولد يتقبل هيدي الرجعه على المدرسه بدون خوف، بدون وصمه العار ستيغما اللي عم تنوضع على الاشخاص اللي عم بيكون عندهم كورونا. كمان نحط لهم انشطه، كيف هيدي الانشطه ممكن تعلم الولد التوعيه الصحيه، كيف بتكون الوقايه البريكوشن حتى نحمي حالنا من فيروس كورونا عند عودتنا الى المدرسه. كمان هيدا الشيء صار كمان للطلاب، يعني نحن الولد بدنا اياه يرجع على المدرسه المتعلم عنده معلومات، ما بده يفوت على عالم مجهول، هو عم يجي بباك جراوند من معلومات عم يسمعها عن كورونا، بدنا هيدي المعلومات تكون صحيحه علميه موثقه. فهيدا الشيء عم بيصير كمان عن الاونلاين عن طريق المايكروسوفت تيمز، عم نطلع نحن كمرشدات صحيات على المايكروسوفت تيمز، عم نعمل سيشن لمتعلمينا، عم نشرح لهم عن فيروس كورونا، طرق الوقايه، كيف بنقدر نحمي حالنا وكيف بنقدر نحمي حالنا نفسيا وصحيا خلال عودتنا الى المدرسه. يعني انطلاقه عام دراسي تحمل الكثير من الضغوطات والانشطه، ميسر انشطه وجها لوجه او انشطه اونلاين وتركيز على الصحه الجسديه. خليني انتقل هلا عن الزميله رشا ونتناول الجزء الثاني من حوارنا لليوم ونحكي رشا يعني لبنان ومع كل الضغوطات يلي عم نتعرض لها بلبنان، مش بس جائحة كورونا، ضغوطات اقتصادية معيشية توتر عم نمرق عليه، أكيد عندك نصيحة تعطيها للمدرسين. خلينا نبلش مع المدرسين وشو بتحب تقولي للمدرسين. قلنا من نمط حياة بنسميه living mode لsurvival mode، اوكي، وهذا الشيء بشكل عبء كثير على السيستم تبعنا الايموشنال والمنتال. كثير ناس حست بالياس لما اجت الكورونا، بطلنا عارفين امتى هيدي الشغله رح تخلص، ما بقى في افق واضح، في كثير من الظروف اجت ورا بعضها وصار في تراكمات، احساس بالامان فقدناه، صار عنا عزله اجتماعيه كثير كبيره، وفي ناس صار عندها احساس بالوحده خاصه الكبار بالسن والاطفال، صار عنا خوف على الاشخاص اللي بنحبهم، خوف على خسارتهم، قلق على صحتنا. والحجر ما ساعد، لأنه نحن ضلينا هون بالبيت عم نفكر بهول النيجاتيف ثوتس، ما في شيء عم بيعملنا ديستراكشن. كيف هيدولي لما بحسسونا باللوس اوف كنترول اوفر اور لايفز، هن يعني بريدكترز وماركرز بيودونا على الانكزايتي، عشان هيك عم نشوف الانكزايتي عاليه كثير. في دراسه بامريكا فرجت انه بعد شهر واحد فقط من الحجر 20% من الاطفال ظهر عندهم عوارض قلق واكتئاب. في دراسة أخرى بتقول إنه lifetime، يعني إذا نحن نتطلع بالحياة الأكاديمية تبعت الطالب بشكل عام، نحن بنعرف إنه 20% من الطلاب معرضين أثناء حياتهم الأكاديمية إنه يصير عندهم emotional problem. في توقع إنه هذه الأرقام رح تتصاعد لدبل أو تريبل مع الحجر ومع الكورونا. من هون نحن عم نقول إنه كتير في حاجة لنهتم بالصحة النفسية، بحاجة لكتير سايكو إدوكيشن للمعلمين، للطلاب، للستاف، للأهل، وبدنا نشتغل كلنا مع بعض لنقدر نطلع من هيدي الأزمة. اليوم ما في حدا بينحسد على المكان اللي هو فيه، يعني التيتشرز عم بيعملوا مجهود جبار ليقدروا يشتغلوا أونلاين وهايبرد ويطلعوا ببلانز سريعة كتير. الأهل ما بينحسدوا، لأنه نحن كمان الأهل صار عليهم ديماند كتير عالي، الأهل بيشتغلوا معظمهم اليوم لما صار في أونلاين سكولينج، لقوا حالهم شركة بالتعليم، يمكن هن منو جاهزين، بعض الأهل ما قادرين يعملوا هيدا الشيء، صار في انكزايتي عند الأهل وحتى الطلاب. نحن اليوم عم نطلب منهم يعملوا شيء unnatural، عم نطلب من ولد يقعد قدام سكرين، ما يتفاعل مع زملائه بشكل دايركت، ما يلعب، ما يتحرك، and this is very unnatural and stressful.
من هون نحن بحاجة لنعطي كتير recommendations للستاف وللأهل، ونفكر كمان طبعاً كيف بدنا نساعد الطلاب. إذا بتحبوا نبلش بالستاف بالمعلمين، يعني نحن شو رشا خليني خبرك إنه انحلت الأزمة التقنية، وعندنا تعليقات من الحضور على أثر هالإنكزايتي يحكيتي عنا وعلى تأثيرها على حتى الأولاد. بركي لحرجع أخذ الأسئلة ونطرحها بعدين، بس أحدا من أولياء الأمور عم بيقول أنه بنته بلشت تأكل أصابعها ودوافيرها من وراء كل هيدا التوتر يلي عم بيصير. رح نسمع منك نصائح، وبرجع بطلب من كل المشاهدين إذا عندهم حيلا استفسار أو تعليق له علاقة بالصحة الجسدية أو النفسية، فيكم تبعتوا لنا إياه من خانة الأسئلة والأجوبة. رح أطرح هدول الأسئلة على الحضور يلي موجود معي اليوم. ورشا منبلش بالنصائح، تفضلي. أوكي، نصيحتي للمعلمين اليوم إنه نحن نعرف حالنا نحن راجعين على مدرسة بظروف جدا استثنائية وفيها كتير من الضبابية، وما دائما رح نقدر نتوقع الأحداث. So, أول شيء بنصحكم أن يكون عندكم كتير flexible thinking، يكون في مرونة بالتفكير وبالتنظيم وبالتعاطي مع الأولاد، ونعرف أنه حيكون في متغيرات بشكل يومي، ورح نعوز نعمل shifts بالplanning تبعولنا بشكل كتير سريع ونقدر نتقبل هذا الشيء. اثنين، بنصح بكتير من الإيجابية. بعرف أنه هذا الشيء صعب ضمن الظروف اللي نحن فيها، بس أنا لازم وصل مسج للطالب أنه أنا متفائل، أنا عندي أمل، وأنا بعدني بنتظر أشياء كتير جيدة أنها تحصل بسبب مجهودي الخاص. مش غلط اليوم نحن نشاركهم أفكارنا وتوقعاتنا وشو رأينا باللي عم بيصير، بس المهم أنه يكون عندنا realistic optimism، نساعدهم يفكروا أنه المستقبل يمكن مش بالضرورة هو المستقبل اللي هو السنة الجاي أو بعد 5 سنين، المستقبل هو بكرة، المستقبل هو next week، ونحن كيف بدنا نخطط لهذا المستقبل لو أنه day by day. بنصحهم كتير أنه يخصصوا كتير اللقاء الصباحي، يعني يكون في رسالة يومية من التيتشر للطلاب، يكون فيها positivity، يمكن نبتدي بشوية ميوزك ولو هذا بده ياخذ من وقتنا، بس كل البوينت هون أنه نحن بدنا نطلع positive emotions، بدي الولد يكون عنده positivity الصبح. وكمان نطلب منهم أنه إذا حدا حابب يشاركنا تجارب يمكن عملوها بالويك during the weekend حابين يخبرونا، هذا بخلينا نبلش نحن ننتبه إذا الطالب عم بيصير معه شيء وبحاجة نهتم فيه بشكل individual أم لا. سو هيدا اللي تشيك إن كتير مهم يومياً. بالانكزايتي الشخص بيكون حاسس إنه هو حياته out of control. سو أنا كتير مهم هون رجع هالsense of control، كيف بدي أعمله؟ أنا كتيتشر كتير مهم إنه فسر إذا أنا عم بدرس online كل شيء كيف بده يصير معي technically speaking، إذا أنا تعرضت لمشاكل أنا كيف بدي أحل هيدا المشكلة، إذا أنا بحاجة لمساعدة مع مين بدي احكي. سو كثير مهم انه هيدي الامور تكون واضحه ليرجع عندهم a little bit sense of control. بنصح التيتشرز كمان يكون او عندهم توضيح للاهداف التعليميه. اليوم الاولاد اللي قعدوا فتره كثير طويله بالبيت خسروا كثير من الموتيفيشن، بدنا نرجع نحفزهم، بدنا نرجع نخليهم يشوفوا ليش نحن we are learning، ليش مهم انه نحن نرجع على المدرسه. سو بدنا نربط كل المعلومات اللي عم نقدمها بحياتهم اليوميه، ونعرف انه مثل ما حكيوا الزملاء السابقين انه اللسن اللي عم نعطيها بالصف ما ممكن تكون نفسها اللي عم نعطيها اونلاين. اوكي، واخر نصيحه واللي هي اهم وحده لهم انه نحن نتواصل مع الجميع، يعني من ناحيه بدنا نتواصل مع الاهل وتكون هيدا الشانل مفتوحه بشكل دائم، ونتفهم الصعوبات اللي عم تفهموها الاهل والانكزايتي والانجر اللي ممكن يكون عندهم اياه سام تايمز تجاهنا. اوكي، ونتواصل مع زملائنا ونطلب الدعم منهم، لاذا نحن ما اهتمينا بحالنا كستاف وكتيتشرز قدرتنا على العطاء رح تتراجع كتير. يعني بهالملاحظات السريعة وأنا بعتقد السهلة والبسيطة رشا، عدد كبير منا منقدر ننقلها للأهل ولأولياء الأمور. وبصفتك كمان والدة وعندك 3 أولاد الله يخليهم بمراحل عمرية مختلفة عم بيكونوا عم يتعرضوا للتعليم أونلاين، شو نصيحتك من خبرتك الشخصية لتلاقي هذا التوازن كأولياء أمور بين ضغوط حياتنا اليومية العملية وبين متطلبات التعليم أونلاين؟ يريد نسمع من تجربتك رشا. أنا دايما بستفيد من خبرتي كأم مع أولادي لحتى أعرف الأشياء على أرض الواقع كيف بتصير.
الاشياء اوقات سهل نحكي عنها ونعطي نصايح فيها، بس التطبيق مش دائما سهل. يمكن انا كأم بشتغل فكرت انه بالوقت اللي اولادي حيكونوا عم يعملوا اونلاين انا رح امسك اللابتوب تبعي، رح اعمل ماي اونلاين سيشنز، رح خلص ماي ريبورتس والحياه رح تمشي، وتفاجأت انه مش هذا هو الواقع. انه الاولاد they need a lot of assistance، انه بدهم حدا يكون متواجد حواليهم اذا هن كانوا بحاجه لاي شيء. سو هي اول نصيحه انا بدي اقولها للاهل، انه اول شيء نعرف قد ايه فينا نعطي اوتونومي للولد وقد ايه فينا نساعده انه يكون independent، ونعرف امتين بنفس الوقت ننفصل عنه. يعني نحن ما معقول نكون متواجدين فولي كل الوقت حاطين كرسي وقاعدين حده وعم نعمل كل شيء معه، بس لازم يعرف الولد انه نحن available اذا هو بحاجه لسبورت، انه انا متواجده وكيف بده يسالني وكيف بدي انا ساعده. واذا ما انا كنت متواجده، لانه انا بعرف في كثير اهل ما قادرين يكونوا مع اولادهم بالبيت، هو كان سبورت ذم، لازم يكون في ادلت هيلبينج بهيدي الامور. الشغله الثانيه انه نحن نامن هذا المكان الهادئ للولد يحس فيه بخصوصيه التعليم، يعني كل ولد يكون عنده هيز برايفت كورنر، هيز برايفت ديسك عم يشتغل عليه، نعرف انه الديفايس اللي عم يشتغل عليها مأمن عليها كل شيء تكنيكال خاصه من ناحيه الانترنت، لانه نحن بلبنان هذا اكثر شيء بنعاني منه، انه هو قادر يشتغل بشكل متواصل وما يضطر يترك اللابتوب تبعه ويقوم لحتى يطلب المساعده. كثير مهم انه نحن نرجع نفوت بتنظيم حتى روتين حياتهم اليوميه، يعني بالحجر كانوا عم بيعملوا الاشياء اللي بدهم اياها، يمكن حتى معظم الوقت كانوا عم بيقضوه على السكرين لانه ما كانوا قادرين يطلعوا برا البيت. اليوم بالاونلاين رجعنا رديناهم على السكرين اكثر واكثر، بدنا كثير ننتبه انه نحن اليوم ندخل بروتيننا اليومي شويه فيزيكال اكتيفيتي، انه نقوم نعمل شيء ديفرنت، انه نحن يمكن نرسم، يمكن نلعب بايسكل، اي شيء بمتناول اليد، بس انه نحن نخفف السكرين تايم، نرجع ننظم النوم. طبعا كل شيء اكوردنج تو ذير ايج، يعني كل شيء بده يكون ايج ابروبريت. بنفس الوقت انا بطلب من الاهل انه مش لانه نحن اليوم باونلاين ليرنينج انه ما نتوقع انه اولادنا يكونوا سيريوس اباوت ليرنينج، لا بالعكس، انا بدي اوصل الفكره لاولادي انه ذس از سكول، اليوم هيدي هي المدرسه، ومثل ما انا كنت عم بشتغل بشكل جدي وعم بعطي بمدرستي العاديه، انا كمان بالاونلاين اي وونت تو دو ماي بيست، بس نفس الوقت انا بيني وبين حالي رح اعرف انه انا ما رح اعلل اكسبكتيشنز كثير، لانه اليوم اذا ابني انا او بنتي they missed something، في شيء ما فهموه، ما بدي انا اعمل بانيك وفوت بكونفليكت ونزاعات ما لها معنى، بدي افكر انه انا بقدر ارجع للريكوردينج، بقدر اتواصل مع التيتشر، سو بده يكون كمان في مكان للفلكسبيليتي. اليوم نحن بمدرسه غير اعتياديه، ما بدنا ننسى هذا الشيء. بدي ساعد الاولاد يفهموا وين الحدود بين المدرسه والبيت، اوكي؟ نحن لما بنفتح اليوم اونلاين كلاس بدنا نعرف انه هذا الشيء له كثير احترام، وقله its own rules، وشو فيه يشارك وشو فيه ما شارك. أنا لما عم بفتح هيدا السكرين قدامي، أهم نقطة أنا عم يعني عم بلمسها من الأشخاص اللي حواليي، إنه الأهل عم تشتكي إنه طب أنا منا شغل تقعد حد الأولاد، طب أنا عندي شغلة وأنا ما بدي إنه أنا أكون part من هيدا الشيء وما بيعنيني. هيدا الكلام كتير مسيء للولد، أوكي؟ يمكن أنا أكون عم بحسه، يمكن أنا أكون عم فكر فيه، بس ما بيصير أن أنا أنقله للولد، لأن this has a very negative effect on learning. So please خلينا نعطي شوية positivity ونقول للولد أنه إيه هيدي situation هي كتير challenging، بس خلينا نشوف شو رح نقدر نتعلم منها. اليوم قدين إحنا صرنا أشخاص قادرين، يمكن يكون عنا technical skills ما كانت موجودة قبل، صرنا نعرف نعمل typing، صرنا نفوت على platforms، صرنا نعمل شغلات ما كنا متمرنين فيها قبل. So دايما جرب يكون عنا growth mindset نحن عم نتعاطى مع أولادنا. وبالنهاية كل شيء فيه تشجيع للولد، مثل إنه نحن نتشارك الأعمال اللي عم ينجحوا فيها، أو إذا عنا أطفال صغار نعلق الرسومات أو أي شيء هن يعني نجحوا فيه to celebrate it. أوكي، لننقل هيدي positivity للولد at all times. So هيدي نصايحي أنا للأهل. رشا بالنقطة الأخيرة يلي حتناولها معك قبل ما انتقل عند لميا، كانوا بعض المشاهدين ذكروا بعض العوارض يلي بلشت تظهر عند أولادهم، ذكرت تقليم الأظافر أو أكل الأظافر، وحدة تاني ذكر التأتأة ورجعت، وحدة ثالث ذكر عوارض تتعلق بالنوم والبكاء قبل النوم أو خلال عملية النوم. ف ياريت تخبرينا من وجهة نظر علم النفس أي متى هيدي العوارض بتصير بحاجة إلى مراجعة طبيب أو اختصاص.
أوكي علي، أنا بالنسبة لإلي نحن أول شخص بيقدر يساعد أولادنا كأهل قبل ما أحكي كثيرابيست. يعني أنا اليوم إذا أنا قادرة أبعد أولادي عن الأخبار السلبية شوي، طفي هالتي في وما بقى أسمعهم هالأخبار، وما بقى أقول حدهم ما بعرف كيف بدنا نجيب اليوم مصاري، وما بعرف هذا الانفجار الفلاني وين بكرة رح يصير، بعتقد إنه نحن أول شخص بيقدر يخفف من هيدي الأنكزايتي عند الأولاد. نحن أوقات ما بننتبه شو عم نحكي حدهم. اوكي سو هدول العوارض اللي البارتيسيبنتس عم بيحكوا عنها هن كلهم ساينس اوف انكزايتي. حتى يمكن تلاقي اولاد عم يعملوا باد ويتنج هلا وعندهم رفض انه يبتعدوا عن اهلهم او يحبوا يناموا جنب اهلهم، وهيدي كلها عوارض مفهومه، مش بالضروره كل مره تعني انه نحن بحاجه نروح عند اخصائي. نحن شوي نشتغل على المحيط بقلب البيت. هلا التشالنج الاكبر هو للتيتشر، انه انا اليوم كتيتشر اونلاين من وراء الشاشه كيف بدي اعرف مين عم بمر بأزمة نفسية وكيف بدي ساعده. This is a very big challenge for teachers. أنت اليوم ما عندك face-to-face interaction كل الوقت. طيب خلينا نفكر مين هن شرائح الطلاب اللي هن أكثر شيء at risk. أول شيء عندك الأولاد اللي أنت already بتعرف من قبل الحجر وقبل الكورونا إنه هن كان عندهم emotional أو behavioral problems. هولي for sure أنا بدي خلي عيني عليهم. اثنين، الأولاد اللي أنا بعرف إنه تعرضوا لأني kind of loss أو خسارة، يمكن خسارة بيتهم بسبب الأحداث أو خسارة حدا بيحبوه أو حدا عندهم بالفاميلي تعرض لكورونا، هيدول الناس هول الأولاد كتير معرضين لأنه يكون عندهم anxiety. أو إذا أنا بعرف إنه في بيئة غير سليمة وغير حاضنة بالبيت كمان بدي انتبه لهيدول الأطفال. بس بنفس الوقت ما بدي أوقف عند هولي، لأنه نحن اليوم عم نفكر أنه بدنا نوسع الأمبريلا، وعم نفكر أنه يمكن الأولاد اللي هم مأزدين نفسياً صاروا أكثر من هيك بكتير، مثل ما قلت ببداية حديثي يمكن تريبل أو دبل أو تريبل. أوكي سو بدي أنا أفتش على كتير ماركرز وإنديكيتورز أنا عم أشتغل. هلأ في مدارس راحوا على الهايبريد ليرنينج وفي مدارس راحوا على الأونلاين، وكل واحد عنده خاصية بهذا الشيء. إذا نحن عم نحكي على الهايبريد ليرنينج، اللي فينا نفكر فيه أول شيء قدي حيكون في أولاد عندهم خوف من العودة للبيلدينج للمبنى، خاصة أنه نحن كل الوقت عم نقول ما لازم نظهر ما لازم نروح. طيب أنا اليوم عم برجع أقول لك روح على المدرسة، أول شيء بدي رجع لك السنس أوف كنترول. كيف بدي أقول لك كطالب أنا شو الإجراءات كمدرسة اللي أنا أخدتها لحتى أحميك، أوكي، وإنت وين دورك بتنفيذ هذه الإجراءات لتساعدنا نحن نحمل جميع بهذه المدرسة. وطبعا هذا الشيء منه كتير ايزي وسهل، لانه بكره حتشوف انه في اولاد مش قادره تتقبل انه هي ما فيها تلعب مع رفقاتها، ما فيها تدقر رفيقه، ما فيهم يتشاركوا الالعاب، ما فيهم يتشاركوا الاغراض. هيدي عن جد ازمه اجتماعيه للطفل بالنمو تبعه. سو نحن هون قد ما فينا بدنا نشتغل على تطمين التلاميذ ونجرب يعني نحسسهم انه things will be okay. اوكي بس كمان بنفس الوقت بدنا نخبرهم شو معقول يحصل، لأنه إذا رجعنا على الهايبريد ليرنينج اليوم بلبنان الاحتمال إنه المدرسة ترجع تسكر ممكن يكون كتير عالي. فأنا اليوم بدي أقول للطالب نحن اليوم رجعنا على المدرسة بس في احتمال إنه إحنا نرجع نسكر، وإذا سكرنا هاي المدرسة شو الخطة البديلة؟ أنت كيف رح ترجع تتعلم؟ هلأ هيدي يمكن بالنسبة للهايبريد نقاط سريعة. بالنسبة للأشخاص اللي عم يعملوا أونلاين ليرنينج، خلينا نشوف مين هن الطلاب اللي عندهم انقطاع عن حضور الصفوف، مين الطلاب اللي ما عم بتحب تشارك، اللي ما عم بتفرج انها عم تستمتع نهائيا بالمدرسة، اللي ما عندها حماس انها تتحدث مع اصدقائها او تشارك اي شيء كعمل او كتجارب قطعوا فيها. هيدول الاولاد خلينا نفكر انه البيئة اللي هن فيها بالبيت هل هي جاهزة للأونلاين ليرنينج ولا في شيء تاني عم بيصير. الحل الوحيد هون اني انا افتح برايفت كوميونيكيشن مع الولد، لأنه هو قدام الصف ما رح يخبرني كل شيء. فأنا بدي أبعت private message أو بدي أبعت email للولد اسأل عنه، قل له أنت اليوم كيفك، أنا بركي اليوم ما سمعت كتير صوتك، في شيء حابب أنه نحن نتشاركه. من هون حنبلش نحس أنه إذا في مشكلة حقيقية عم بتصير مع هذا الطفل أو لا. وإذا حسيت في مشكلة حقيقية ما أتردد لحظة أني استشير بركي أهله أو استشير الأخصائي بالمدرسة ونحط بلان كيف بدنا نساعده. في كمان جزء من الطلاب اللي ما بدنا ننساهم، هن كتير مهمين، طلاب اللي عندهم تحدي بالاستقلالية وسبشلي الأولاد اللي عندهم learning disabilities، هول ما بدنا ننساهم. هول بالمدرسة كانوا عم بياخدوا كتير دعم ومساعدة،
بدنا نفكر انه يمكن في قصص بالاونلاين يمكن يروحوا عليهم. نتذكر انه اذا في عنا اوفيس اورز نخصص لهم وقت، نرجع نوضح لهم شو الاساليب اللي ممكن يوصلوا الاساينمنت لنا. يمكن اذا هو اليوم ما قادر يعمل تايبنج يبعث لي ريكوردينج فيديو صوت او صوره يخبرني عن البروجكت تبعه او اي شيء كان مطلوب منه. بالنهايه اللي بدي اقول لك هي علي انه كلنا نحن بهيدي الازمه شركاء مع بعض، ما في يقول انه في حدا مضغوط اكثر من الثاني. الطلاب مش سهله عليهم، الاهل ما لنا سهله، والتيتشرز هذا الشيء رح يتطلب تعاون كثير كبير لحتى نطلع بصحه نفسيه سليمه. وبعتقد هيدي برايورتي، يعني نحن اليوم الفوكس تبعنا هي الصحه النفسيه والجسديه قبل اي شيء ثاني، لانه اذا الصحه ما كانت موجوده التلميذ رح يعمل شت داون والليرنينج ما رح يصير. رشا بهالمداخلة حابب أربط مع الشيء اللي قلتيه على التواصل الفردي مع الطالب، ولاحظنا عدد كبير من المدارس بلشوا يعملوا إذا عم يستعملوا زوم مثلاً one to one meeting ودخلوها بالجداول الأسبوعية ونخصصوا نهار لاجتماعات فردية، يا أما بتصير خلال النهار يا أما بتصير بعد الظهر. حدا من الزملاء سأل عن الأولاد يلي عندهم صعوبات تعلم، وبسياق الحديث كنت جاوبتي على السؤال، أظن بينعمل جلسات مطولة عن الأولاد يلي عندها صعوبات وكيف بنقدر ندعمهم ونكون حدهم بهيدا الظرف. برجع بذكر لكل الأشخاص اللي عم تبعت أسئلة بالتشات، من الأفضل إنكم تبعتوها بالكيو أند إي لأقدر أنا أرجع أشوفها ووجه الأسئلة لرشا، لميسة أو للميا حسب شو السؤال وتوجه السؤال. المحور الثالث مع لميا رح نحكي اليوم، يمكن لأول مرة أنا ولميا بنتناول موضوع بشكل عام على الاسترخاء وكيف الاسترخاء بيقدر يساعدنا، وبعض التمارين يلي من بعد ما رشا عطيت نصائح نشوف تمارين تقدر تفيدنا كأهل كطلاب وكمدرسين. بس قبل ما بلش خليني كمان خصص هيك لو دقايق نحكي فيه عن عالم الروضة، رياض الأطفال، الحضانات يلي كمان تعرض القطاع إلى أغلاق شبه تام، فتحته سكرته، شو عم بيصير هون؟ وكمان بنربط مع ميسا والإجراءات الصحية، كيف عم تتحضروا لانطلاق العام الجديد لميا؟ أوكي، لح أعطي لمحة سريعة وعن كيف التحضير. التحضير هو مبني على بروتوكول بالنسبة لإلي. نحن دايماً وقت بنحكي بنقول تكون الاشياء كتير واضحه، البروتوكول هو يكون واضح لنا كحضانه، اذا بدي احكي عن حضانه، بس كمان فينا نحكي مثل ما ميسا كانت عم بتقول انه الستاف والفريق العمل كله بده يعرف وشو ناطره بهيدي البدايه او بهيدا العام، يكون واضح للستاف، يكون واضح للاهل خاصه قبل ما نحكي عن الاولاد. ما لح اذكر اكيد كل الامور ميسا حكيت عنهم، بس نحن كان كتير مهم انه بالنسبه للاولاد الصغيره يكون هالقد في صور موجودين على الحيطان بالصفوف. فأول شيء بدنا نكون عنا وقتا منقول بدنا نعطس، وقتا نعطس بدنا نعطس بهيدي الطريقة بيكون في صور قدامهم للأولاد، ونشتغل على بطاقات مثل ألعاب مثل الجيم بنحطهم، يلا هلأ فرجينا بما أنه في كورونا، بما أنه جايين على شتوية، كيف نحن بدنا نعطس، الولد بده يسحب الصورة تيفرجي. بدنا نكون دايما في وقتا في الهايجين، وقتا نحن هي حطينا لعبة بتمنا بتصير، نحن هو اولاد صغار، يعني ما فينا نجي نقول لهم ما تحط اللعبه بتمك، نحن عم نقول لهم حطيتها بتمك يلا عجل تعال حطها بالبوكس هون عشان ما نرش عليها لنقول الالكول. فهون نحن بحاجه مع الاولاد الصغار نكون نحن عم نعلمهم الوسائل اللي ما بنقدر نحكي مثل بالمدرسه، هن صاروا اعمار كبيره فينا نجي نقول لهم الكورونا وضع 1 2 3، انت ما بدك تسلم ما بدك تعمل ما بدك تعبط. في ديك اليوم المعلمه قالت لي طب ما هو بيركض لعندي بده يعبطني، طب انا شو بعمل؟ هون الدور انه نحن نضل في عنا الماسك، هون الدور انه نحن منعلم الولد على عبطه جديده مش عبطه يمكن على الوجه يمكن من جهه الخصر، هون نكون عم ننقل شوي هالعاطفه كمان، ما يكون الولد هالقد محروم من العاطفه بما نحن عم نحكي ديستانس ونحن عم نحكي انه تباعد. فالتباعد وقت اللعب، التباعد وقت الاكل كثير هين نعمله، بس التباعد وقت الاولاد بين بعضهم ما فينا نعمله. فكرمال هيك بدنا نلجا على وسائل ملموسه بالنسبه لهم، ودائما نرجع على التعاون بين كل فريق العمل وكل الاولاد، والنظافه اهم شيء، احنا مقضين وقت ننظف وننظف. فكرمال هيك رح اعمل لمحه سريعه عن هيدا الموضوع، بما انه انحكى مع ميسا ورشا اصلا ذكرت كمان بالامور التواصل مع الاولاد مع السبيس كل هدول المواضيع.
تنتقل على الموضوع الأساسي اللي نحن فعلا عم نحكي عن الصحة النفسية والجسدية. الجسدية عرفنا بدنا نحط بروتوكول، بدنا ننظف، بدنا نعقم، بدنا نقوم بكل المواضيع، بس النفسية هي الأهم. إنه الولد بده يحس بمحل معين إنه أنا موجود وأنا جاي بدي أتعلم وأنا جاي بدي ألعب وأنا جاي بدي أتشارك. ما فينا نكون نحن عاملين ستريس. كرمال هيك أنا أولاً بنصح بفريق العمل، إن كان بالمدرسة إن كان بالحضانة وين ما بيكون، يكون في هالقد تواصل وهالقد يكون في شخص دايماً، ما بعرف إذا بعدين رشا بتوافقني على الرأي، دايماً بالجروب بلاقي في شخص بيكون قادر أكتر شيء يكون بوش بوزيتيف للأشخاص التانيين، بما أنه كل حدا عنده شخصيته. أنا هون شخصياً يعني بإيجلو دايماً بحس أنه صبايا التيم معي بحاجة لا يمكن الدعم من قبلي. إيه مزبوط نحن خايفينين، إيه مزبوط نحن سكرنا، إيه مزبوط، بس الحياة بدها تكمل، بده يكون في حدا هالقد قادر يتشارك ويتواصل ونكون نحن عم نعطي مثل ما بيقولوا positive vibes بين بعضنا. نفس الشيء مع الأهل، الأهل موجودين بالبيت، هن بحاجة لهذا الموضوع مع المعلمة، هن بحاجة بهالموضوع مع المدير المدرسة فرضا. فما بدنا نكون هون كمان كستاف أو كعمل أو أو كمعلمات نحن عاملين بلوك، أنا علي بدي أعلم الولد خلصت الخبرية. لا، أنت قبل ما تعلم الولد وتحضري باوربوينت أنت بدي تكوني عم تسمع إلى الأم، عم تتواصل معها، مثل ما كنت عم بتقول رشا، نحن مش عارفين وراء هالشاشة شو عم بيصير، نحن ما عارفين إذا هيدا الولد هو مضغوط إنه بده يعمل أونلاين، بس هو بنفس الوقت مضغوط إنه أمه عم بتعيط وتصرخ وعاملة ديبريشن، إنه هي ما قادرة تلحق بين شغلها وبين بدها تراقبه وطالع الصوت وطالع الصرخة. كرمال هيك رح نفوت على الاسترخاء، وقول دائما وقت بنحكي عن الاسترخاء بنفكر إنه أنا بدي أروح أعمل يوغا، أنا بدي أروح أعمل حصة استرخاء. لا، مش مطلوب. أول شغلة مطلوبة أنا لاقي وقت لإلي، وقت لحالي، إن كنت معلمة، إن كنت أم، إن كنت ولد، إن كنت من ما كان يكون، لازم بنهار بالأسبوع يكون في وقت لإلي أنا. كانوا عم بيكتبوا هيك شوي على الشتات إنه شو الحلول. الحل إنه أوقف أولاً وقول مزبوط أنا مضغوطة، مزبوط أنا راسي عم يوجعني، مزبوط أنا ما حابة كل هيدا الأونلاين وهالأجواء وكل الأمور، بس أنا بدي لاقي 5 دقايق لإلي كل يوم بنهار، وبدي أتشارك هيدا الموضوع، هيدي الخطة مع الأولاد بالبيت. أنا هلأ بحاجة لوقت لإلي. يمكن الاسترخاء يكون بسكر الباب بظهر على برا بمشي 2 دقيقة شم هوا، بوقف هيك بتطلع بالسما، بتطلع بالطبيعة، برجع على البيت. يمكن لشخص تاني هالوقت لإلي أنا أكون قاعدة عم باخد، قلناها كذا مرة بمداخلات علي إنه عم باخد وقت لإلي، عم باخد كافي. يمكن لشخص معين البريك لإله هو يقول للكل البيت انسوني، اعتبروا أنا سافرت، اعتبروني أنا مش موجود، أنا فيت على الأوضة، بليز هيدي 5 دقايق لإلي، سكر الباب وبفوت، حر أعمل بدي إياه، يمكن أقعد هيك ما أعمل شيء، فضي راسي، بس بده يكون في وقت لإلي. وهيدا الموضوع اللي بنعمل مع الأولاد، أنت هلأ اليوم عملت الأونلاين، لعبت، سويت، أنت بحاجة لوقت أنت ترتاح فيه، فوت على أوضتك ارتاح، فوت. أكيد نكون قايمين بمحل معين كمان على السكرين تما يكون عم يرتاح كمان على الشاشة، بس نخلق وقت تحت نكون نحن عم نرتاح. يمكن نكون عم نجرب نحضر، يمكن نجيب بس ماي ونحط معنا نفط حامض مظاهر ما بعرف شيء وأشربه تحت يكون عم غذي روحي، عم غذي جسمي بهذا الهدوء. هيدي أول شغلة. تاني شيء أنا كتير بنصح بتمارين التنفس. تمارين التنفس فيها تكون منجيب الشمعة ننفخ عليها، بدي دلني انفخ بدون ما تطفي، عم ظهر، يمكن كون انا عم بنفخ الشمعة بكون عم فكر انه اوف اليوم الصبح دق التليفون كان عندي هيدا بدي اعمل، كل هالافكار وهذا ستريس حطه براسي، قول هلا هو كله، بدي اخذ نفس عميق، بدي اطفي الشمعة هيك بوف، بدي فش خلقي، بدي ظاهرة. انا بالمقابل خلايا دماغي جسمي عم بيفوت أكسجين، عم بيظهر هيدي الذبذبات السلبية كلها عم ظهرهم. يمكن جيب كلينكس اتمدد على الأرض مع أولادي، حط كلينكس على وجهي بدي أنفخ وطيرة أعلى شي فيه. يمكن هون مع الأولاد تصير نشاط مهضوم سلس إنه مين بيطيرة أكتر. نحنا محجورين ما قادرين نسافر، وبتخيل كل إنسان عباله يسافر، في اتخيل دعونا نتخيل إنه هيدي الكلينكس هي الطيارة، والطيارة تاخدنا مشوار كتير بعيد، نايمين كلنا على الأرض وحاطين هالكلينكس قاعدين عم ننفخ وعم بتطير وعم نتخيلها. يمكن تكون العصفور اللي عم بيطير نحنا قاعدين
عم نطير معه، يمكن كنت الطياره اللي عم تاخذنا على هداك البلد. فتنا على الخيال، فتنا على هدوء، فتنا على ظهرنا من جو، فتنا على جو تاني. الولد اللي هو كان اونلاين كل النهار او هو حاسس حاله ما بيروح لمحل وعامل هيدا الستريس، انا خلقت له مثل ما بيقولوا سيتويشن معينه يحلم يتخيل، بس بنفس الوقت عم يتنفس. فينا نحن نلعب نتسلى مع الاولاد، الاولاد ونحن حتى اكثر شغله اليوم اذا بدكم جربوها بنحبها ونحن ممنوعين عنا هي انه نعلي صوتنا ونصرخ. بوقتي بتفش الخلق اوقات كثير قد ما بنصرخ، بس نكون عم نصرخ بعصبيه يمكن الام او البي او المعلمه ما بعرف، يعني قد ما هي معصبه وعم بتصرخ ما عم بشرح لك وما عم تفهم، رح تظهر من هيدا العيط سلبي، رح تظهر من هيدا العيط مشنجه ويمكن على ساعه ساعتين يحس حاله مش عارف شو بدها تعمل. طب هيدا نعمل تمرين نصرخ ايجابيا، نحن فينا نيجي نقول رح ناخذ صوت هات لنقول كلنا سوا اللي حاطين ميوت جربوها. بدنا نعمل يمكن انا اول شيء بدي اعمل قصيره، بدي اعمل عملتها قصيره، انا هلا بدي اخذ نفس بدي اعمل بدي اروح على اكثر فيه. هون اللي احنا كنا على بعضنا رح نضحك بمحل معين، هيك نجرب صوتنا بس هيك نجرب نفسنا، اي طويله اي بمجرد ما نحن فتنا هون انا عم علي صوتي عم ظهر صوتي، انا هلا بدي صرخ 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 حصوت كثير عالي بس قول ستوب، بدي وقف وبدي اخذ نفس وبدي ظهر. فانا فشلت خلقي وظهرت. فالولد اللي قاعد محصور كل النهار يمكن اقول له بدك تركض تركض يلا بسرعه اركض يلا عشج، بس بعد بس قول له ستوب يلا وقف خذ نفس بدنا نعلي كتفنا بدنا نوطي. هون نقلت انا من الضجه من الحركه من هيدا، بس نفس الوقت بجو ايجابي بجو بمحل معين رح نرجع. ويمكن هون ما بعرف اذا عندي وقت قليل علي نعمل تمرين، بمعنى انه ما عندك دقيقه شو في تمرين تقدري تعملينا اياه بدقيقه، لانه في كثير اسئله وعبال امرق على الاسئله. يلا يلا لميا الكل يشارك معنا، سو رح ادعي كل اللي عم يحضرونا ورشا وميسا كمان يشاركوا معنا بالتمرين. تفضلي لميا. بس انت بس تخلص دقيقه قل لي لقادر يقعد ويغمض عينيه، بدي اقعد مثل ما انا موجود، بدي غمض عيوني، بدي أجرب حس بكل جسمي، إن كان جسمي قاعد على الكرسي، إن كان بإجري إذا إجري دقين على الأرض، بدي حس بكل جسمي. بلش هلأ عير لميا؟ يلا بلش عير. بدي أطلع تدريجياً، بدي حس بإجري على الأرض. بدي أطلع تدريجياً شوي شوي وحس بظهري. بدي روح فتش بظهري، هل في وجع؟ هل هو مرتاح؟ إذا في تشنج بدي روح فتش عليه، كأني عم بلقطه بإيدي هيك وعم رخي. بدي أطلع تدريجياً على كتافي على راسي، بدي حس بكل جسمي عم يرخي. بدي أتخيل وحس بنسمة الهواء اللي عم تجي على وجهي تترخي عيوني منخاري خدودي دقني. بدي أخذ نفس ظاهر نفس، أنا وعم ظاهر النفس بدي جرب أتخيل كل الأفكار اللي زعجتني وبدي ظاهرها وروح على مكان كتير بعيد عبالي يكون موجود فيه. هيدا التمرين عملناه باختصار، بس فينا نحن كل يوم هذا اللي كنت عم جرب دلكن عليه لما قلتلكن خدوا دقيقة لإلكن، عدوا حسوا بجسمكم عم يرتاح بالنفس وين في التشنجات، طيروا روحوا على مكان عبالكم تكونوا فيه. تخيل هذا احلى استرخاء. ميرسي يعني عليك. خليني اشوف بالتشات اذا الجماعه صار عندهم لمسه استرخاء بدقيقه من الوقت، وبلش اخذ الاسئله ولح ارجع لعند رح ارجع لعند ميسا. ميسا عم بيخبرونا مها بالامارات الاولاد عم تتواجد بالمدرسه كل نهار بكراسي بعاد عن بعضهم البعض حاطين كمامات، سو شو في طريقه بنقدر نعملها تنساعدهم برايك من وجهه نظرك اللي هي كمان وجهه نظر صحيه؟ تفضلي ميسا.
أول شيء بالنسبة للوجود للأولاد، مثل ما قلنا أكيد هذا الشيء حيكون كتير صعب عليهم، إنه أنت عم تعطيهم شروط جديدة، عم تحد لهم حركتهم، يمكن بمدارس معينة الريسس ما عم بتكون موجودة، الفرصة ما عم بتكون موجودة، حتى تشارك الألعاب مع بعض، هذا كله عقبات جديدة رح يواجهها الولد. فنحن أكيد بدنا نفتش على سبل طرق لنقدر نعمل فيها نشاطات نشجعهم يحسوا بهيدا، يكسروا هيدا الروتين، الإحساس بالماسك، الاحساس انه هن مربوطين ما بيقدروا يمسكوا بعض، وهيدي اكيد بتكون عن طريق نشاطات مهضوميه. نحن فينا ننقل الصف مش يكون كله بقلب الصف، فينا نعمل الليرنينج يكون اوت دور، يعني نحن كتيتشر فينا نقسم هدول السيشن بين بعض حتى ما يكون في اكتظاظ بقلب الملاعب، فينا ننقل السيشن تكون برا بالملعب، فينا نعمل هيدا الليرنينج نحن وعم نعمل رياضه، بس اكيد بدنا نشرح لهم اهميه التباعد، فينا نعطيهم فكره البابل انه انت بقلب هيدي البابل لتحمي حالك، فانا في العب مع رفيقي بس اكيد بدي يكون اخذ المسافه الامان اللي هي التحميني. يعني في عنا افكار كثير عم نطرحها حتى على صعيد النظافه واهميه استعمال الكمامه، فيني انا اعطيهم اكزرسايز او اعطيهم شيء هن يطبقوه، فيها فوت التيتشر على الصف وعم تسعل وتقول لهم هي انا عندي فيفر او عندي فلو انا جاي على السكول، فتشوا لي هذا الشيء صح، هذا انا بحفزهم يعملوا كريتيكال ثينكينج، يفكروا انه ليش لا ما لازم نكون، لازم نحط الكمامه، شو اهميه الكمامه، شو لشو بدها تحمينا. فينا نعمل لهم فيديوز مهضومين او حتى عم نحكي للصغار كرياضه اطفال او ابتدائي، فينا نعمل لهم شانسون غنيه، فينا نعمل لهم رقصه، نعرفهم اهميه النظافه، اهميه غسيل الايدين بطريقه محببه ومهضومه. يعني بتصير القصص اللي عم ياخذوها البريكوشن ما عم بتكون بطريقه مزعجه وعم بتخليهم يحسوا حالهم انه هن مربطين. بالفعل نحن ككبار استعمال الكمامه بشكل ديلي وكل الوقت منه شيء سهل ابدا ولا شيء مريح. فانا ككبير كمان لازم اتعود على هذا الموضوع وانقله للصغير، بدي اعرف اهميته. هذا بالنسبه للصغار. بالنسبه للمرحله الابتدائيه انا في اشتغل معهم بطريقه ثانيه، يعني انا في اعطيهم اهميه غسيل الايدين، مثلا في احط لهم جلتر على ايديهم واقول لهم جربوا غسلوها بس بالمي، رح يلاحظوا انه ما عم تنضف ايديهم بالطريقه مضبوطه، فمن هون اهميه انه نحن نستعمل الصابون والمي، اهميه قد ايه الوقت اللي بيكون صحيح 20 اقل شيء 20 ثانيه حتى نحن نتخلص بالفعل من الجراثيم. كمرحله متوسطه في حملهم مسؤوليه، قال لهم انه انتم اشخاص مسؤولين قادرين تعملوا هيدا البريكوشن وتوصلوا للمجتمع، يعني كمرحله متوسطه ومرحله ثانويه انتم فيكم تشتغلوا انكم تمنعوا ستيغما عن اصحابكم عن مجتمعكم. يعني انت هون كمان لما بتحمل الشخص المسؤوليه هو بصير بحس حاله انكلود بقلب هيدي الفكره، هو مش بس متلقي، هو مش بس عم بينفذ اوامر كرمال انه يحمي حاله بدون ما يكون يعرف، هو هون بيكون عم بيشارك. كل ما بتكون انت مشارك بالموضوع كل ما انت بتكون اكثر مبدع، كل ما هن يمكن الاولاد يفاجئونا بكره قد ايه حيكون عندهم افكار حتى هن يساعدونا ونساعدهم. يعني نحن عم نقول المعلمات لازم يكون عندهم قصص يعملوها، كمان نحن الولد وخصوصا هذا الجيل بالفعل عنده افكار مبدعه، انا بحس بكره رح يفاجئونا في حال كانت العوده كومبليتلي على المدرسه، لانه انا عم لاحظ هيدا الشيء من خلال السيشن اللي عم بتصير انا والتلاميذ، اوقات عم بسمع منهم افكار عم بقول لا بالفعل انه انا مش بس متكله انه انا بدي اعطيهم، هن كمان رح يعطوني اشياء، هن كمان رح يكونوا مستعدين. وهون كمان دور وعي الاهل قد ايه هن بالفعل قادرين يساعدوا اولادهم، تكون المعلومات الصحيه موثقه عن جد عم تنعطى مش معلومات عاديه، فالولد ساعتها بيقدر يوصل على المدرسه ما يحس حاله انه هو راجع. هيدا الخوف اللي قالت عنه رشا انه انا خايف ارجع على المبنى، خايف ارجع ما اقدر المس رفقاتي، هالقصص الحواجز رح تكون مكسوره لانه هو حيكون يعرف ليه هالقصص عم يعملها، ليه هالقصص ممنوعه. مجرد ما يكون يعرف ويكون عنده فكره ليه هو هذا الشيء عم بيصير، هذا الشيء كثير رح يساعده، رح يخلينا نحن كمان نكون اسهل، التعامل رح يكون اسهل، والبريكوشن اللي بدنا نعطيها للولد والتوعيه رح تكون ايزي اكثر. يعني انا لما بوصل المعلومه للولد الصغير برقصه وبغنيه اسهل بكثير من انها تكون معلومه ناشفه او انه الكورونا مرض مزعج، مرض بموت، مرض كذا، ما بدي احشي عامل حشو للولد بمعلومات يمكن ما يكون بالفعل بحاجه لها، بدي وصل له المعلومه بطريقه هو يفهمها، طريقه يحبها ويمكن طريقه قريبه منه.
أكيد هذا الشيء بده يكون مختلف حسب كل عمر وكل مرحلة. تمام ميسه، بعتقد نقطة الخروج إلى الخارج والتعلم بالخارج وبالملعب كتير عم يسلط الضوء عليه عن جديد هذه الفترة، ويمكن دقيقة استرخاء خلال هالحصة يلي قاعدين فيها مع بداية الحصة أو مع نهايتها، شوية موسيقى مثل ما ذكرت رشا مع انطلاقة الحصة، هيدول كمان أشياء بتساعد الطلاب يلي موجودين بالمدرسة وعم يتعرضوا لضغط الماسك والتباعد الجسدي. عندي بعد شوية أسئلة ولحين تلا عند رشا، ورشا السؤال بيقول إنه بنرجع لفكرة الأهل والضغوطات يلي عم يتعرضوا لها، لكن نصيحة سريعة كيف منقدر نتفادى أنه ننقل هيدا الضغط لطلابنا أو لأولادنا، خاصة الأولاد يلي هني بالمرحلة الثانوية يلي هني كبار بالعمر يلي يمكن عندهم امتحانات رسمية خلال هيدا العام أو عندهم تحضير للجامعة مثلا؟ هلأ الأولاد اللي بالمرحلة الثانوية صاروا مفكرين بطريقة شوي أدفانست أكتر، وفينا نشارك معهم مور أكتر من الأطفال اللي بالمرحلة المتوسطة أو الابتدائية. نحن اليوم هدول الأولاد بدنا نعملهم شركة بالقرار بالبيت، يعني نحن بنعرض المشكلة، بنقول نحن هلأ بكورونا، نحن اليوم رجعنا على المدرسة وما قادرين يمكن نعمل الأشياء مثل ما كانت قبل أو ناخد كل المعلومات بنفس الطريقة، بس استل عنا امتحان، شو بدنا نعمل؟ انت برأيك شو أفضل طريقة؟ كيف بدنا نحضر؟ خلي هيدا الولد هو يطلع ببلانز، أعطيه تشويسز، خليه شريك بالقرار، هيدا بهيدا العمر أكتر شيء ممكن يفيدنا. الجواب بعتقد كتير واقعي رشا، يس ولد عمره 16 17 18 سنة بطل ولد عم يتحضر للحياة الاجتماعية، فأنا كولي أمر، أنا كوالدة كوالدة عاملة كولي أمر عم يواجه ضغوطات اجتماعية أو اقتصادية، الحديث معه بطريقة شفافة بعتقد بتكون أفضل حل بحل الضغوطات يلي عم نتعرض لها. لميا رح أرجع لعندك، بدي أخذ سؤال جديد لميا. إيه قلي أنه لحتى نفيد الكل، حدا من معلمات أظن معلمات روضات عم تسأل كيف فينا نساعد الأولاد يقعدوا قدام شاشة الكمبيوتر خلال التعلم عن بعد وما يتشتت تفكيرهم، شو بتحب تخبري المعلمات؟ هلأ أنا بفضل صراحة كل الروضات يكون في عندهم وقت كتير قليل، يعني ما يكون الحصة 40 دقيقة، حتى 40 دقيقة بالنسبة لي كتير طويلة، يعني أنا بتمنى أنه صحيح يشاركوا الأولاد بطريقة مختلفة. فرضاً ساعة هلأ أنتوا ثلاثة أنتوا موجودين معنا بيسلموا على بعض، بيعملوا لنقول التاريخ اللي بدهم إياه هالأخبار، نحن اليوم رح نعمل فرضاً فكرة معينة، يقروا قصة لنقول، يعني عم بعطي هيك مثل سريع، يقولون هلأ نحن رح نقلكم باي ورح نسكر رح تقعدوا أنتوا ترسموا فرضاً الخريف إذا نحن عم نعمل فصل الخريف هلأ، ونحن بنرجع بنشوفكم بعد نص ساعة. بهيدا الوقت نحن شو عملنا؟ حطينا الأولاد ربع ساعة على الشاشة، حكيوا سلموا طلعوا راحوا، طفينا الشاشة نص ساعة، هنن أكلوا راحوا إجوا، رسموا، عملوا شيء مطلوب منهم، يمكن نكون نحن منسئين مع الأهل إنه حضروا وراء مقص جلو اللي بدكم إياه، بدهم يعملوا كرافت عن الحرف الأي، نحن هلا بنعمل حرف الأي فرضاً، يكون في قسم على الأولاد يكونوا عم بيعملوا، ساعتها وقتها بدهم يرجعوا يعملوا الأونلاين، يرجعوا يطلعوا على الشاشة، هن بهالنص ساعة عملوا شيء مفيد درسوا، وبنفس الوقت قسمنا لهم ياهم. بتخيل صحيح لميا عم بتشدد على النقطة يلي أنا صار من أول التعلم عن بعد عم ركز عليها، المدرسة وجها إلى وجه ما فيها تكون أونلاين كل نهار، ومن هون بنحكي عن مصطلحين تربويين أساسيين، تعلم متزامن تعلم غير متزامن، منقسم الأنشطة، منشرح النشاط، منسكر الكاميرا، بيحلوا الأولاد وبيرجعوا بيطلعوا. مع اقتراب انتهاء جلستنا عن الصحة الجسدية والنفسية، خليني أعمل جولة سريعة وأخذ نصائح ختامية من عند ميسا، من عند رشا، ومن عند لميا. ميسا تفضلي، كيف نحافظ على صحتنا هالفترة بجملة أخيرة؟ أكيد هلأ نحن بموسم إنفلونزا كمان، يعني مش بس في عنا كورونا، نحن قادمين على موسم شتاء وموسم خريف، بدنا كتير نهتم أول شيء بصحتنا بمناعتنا، بدنا نهتم بالغذاء الصحي تبعنا، يعني بدنا نتعلم نحن وأولادنا أنه نحن هيدي الفترة بدنا شوي نغير العوايد تبعونا والسلوك،
نحن لازم ننظم النوم تبقولنا نوم اولادنا، حتى لو عم بيكون التعليم اونلاين، اساسي انه انا النوم تبع ابني يكون منظم، وهذا الشيء عم نحسه موجود، لانه في كثير اولاد عم بيكون النوم تبعه مش منتظم، يعني عم يسهروا كثير، عم بيناموا كثير، فهيدا كثير عم بياثر حتى على التعلم والليرنينج تبعهم. بدنا ننظم النوم، بدنا ناكل اكل صحي، بدنا نعتمد انه نحن نقوي معناتنا، حتى نحن اوكي محجورين، بس هيدا الشيء ما بيمنع علي انه انا في اعمل مع ابني نزهه صغيره بالبارك يكون قريب حد البيت، او حتى اطلع نمشي، ما عم يكون في اختلاط، بقدر ساعتها يتنفس هواء، ياخذ اكسجين، ينفس شويه طاقه تبعيته، هيدا كله نحن بيساعدنا حتى نقدر نقطع هذه المرحله. واكيد اكيد بدي ارجع عيد، نحن البريكوشن تبعول الكورونا، بدنا نلتزم بغسيل الايدين، بلتزم بالكمامة، لأنه الكمامة هي أساس، طالما هلأ لا لقاح موجود ولا دواء موجود، فالكمامة هي الأساس حاليا، ونلتزم أكيد بالتباعد الجسدي مش التباعد الاجتماعي. هيدي. صحيح. رشا، من عندك نصيحة أخيرة مع كل الضغوطات يلي عم نتعرض لها بلبنان وخارج لبنان، ضغوطات أقل بس كمان الضغوطات موجودة. نصيحتي هي نصيحة ذهنية. نحن اليوم إذا بدنا نفكر كتير بالماضي والأشياء اللي حصلت معنا رح نفوت بإحباط. إذا بدنا نفكر للمستقبل البعيد اللي هو نحن ما عارفين شو رح يصير فيه، حيزيد القلق عنا. نصيحتي خلي تفكيرنا باليوم day by day والأشياء اللي within our control، شو هو اللي أنا بقدر سيطر عليه واشتغل عليه بحياتي، هذا اللي بدي ركز عليه اليوم لحتى أتفادى القلق. نصيحة كتير حلوة وبسميها سهل ممتنع. شو اللي أنا بقدر أتحكم فيه؟ انتو كل اللي عم تحضروني لا فيكم تحطوا وزارة ولا فيكم تغيروا السياسة المالية ولا شيء، فيكم تتحكموا بأشياء جوا بيتكم مع حالكم. سلميا، فكرتك الأخيرة تفضل. أنا الفكرتي اللي دايما بقولها التواصل، اتواصل مع نفسي مع الآخر، وظهر كل شيء بيزعجني أحكي، مثل ما كنت عم بتقول ما فينا نغير الوزارات والقرارات، بس فينا نعبر، فينا نعبر لو لقلنا لحالنا. في ناس بيقولوا لا شو، لا بدنا نظهرهم تما يكونوا قاعدين جوا قلبنا. تمام. صحة نفسية جسدية، انتبهوا على صحتكم النفسية والجسدية والصحية، هني أهم شيء بحياتكم. بدون صحة كلكم بتعرفوا لا منقدر ننشر أمل ولا منقدر ننشر طاقة. يعطيكم ألف عافية. لح ناخد هلا